تسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعلي الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء والغش يكرهه الرب. عدد 7 عايزين نقرأ كلنا مع بعض. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. نقرأ العدد ده تاني. أما أنا، إحنا مختلفين، إحنا جايين على حساب رحمة ربنا النهاردة في هذا الصباح. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد في هيكل قدسك. تعال نقول الكلمات دي مع بمخافتك يا رب. بمخافتك 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 أسجد أمام هيكلك، أسجد أمام هيكلك. كمان مرة. بمخافتك 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 أسجد أمام هيكلك، أسجد أمام هيكل. سمر خوفك في لحمي، سمر خوفك في لحمي، ووحد قلبي، وحد قلبي، وحد قلبي لخوف اسمك، وحد قلبي لخوف اسمك. وبأشواقي بأشواقي بأشواقي أصرخ طالبا وجهك، أصرخ طالبا وجهك. بأشواقي وبأشواقي بأشواقي، لنا بالشوق يا رب. أشواقي أصرخ طالبا وجهك، أصرخ طالبا وجهك. فأمر أن آتي إليك، فأمر أن آتي إليك، وطيب قلبي، طيب قلبي سكنه بين يديك، سكنه بين يديك. آتي بطيبي، آتي بطيبي، آتي بطيبي، أسكبه على قدميك، أسكبه على قدم. نسمعكم يلا. آتي بطيبي، آتي بطيبي، أسكبه على قدميك، أسكبه على قدم. اقبل يا رب. فاقبل حبي وأكمله، اقبل حبي وأكمله، واملأ قلبي، املأ قلبي، واملكه بمحبتك، واملكه بمحبتك. آتي بطيبي، نسمع يا رب. آتي بطيبي، آتي بطيبي، أسكبه على قدميك. لوحديكم كمان مرة تاني. آتي بطيبي، آتي بطيبي، أسكبه على قدميك، أسكبه على قدم. اقبل يا سيد. فاقبل حبي وأكمله،
بمراحم الرب أغني ويا هنا قلبي متهني بمراحم الرب أغني ويا هنا قلبي متهني يرد نفس يسوع ماسك مراحم الرب أغني
أشكرك كل حين إلهنا الأمين.
مع أي جروح مخفية، دموعي في المخادع لها عندك تقدير، وحدك لقهاتي سامع وفي يدك التدبير، دموعي في المخادع لها عندك تقدير، وحدك لقهاتي سامع وفي يدك أعظم أب، لأنك أعظم أب حاسس بكل ما في وبتتعامل بالحب. شكرا، لأنك أعظم أب حاسس بكل ما في وبتتعامل بالحب، مع أي جروح مخفية قلبي قصدك وضارع، اتدخل يا قدير سهل عدل الموانع، شيل عني أي نير، قلبي قصدك وضارع، اتدخل يا قدير سهل عدل الموانع، شيل عني أي نير، ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما في وبتتعامل بالحب. في صفي ضد قوى الشرير، تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حلق المرير، عارف انك هو في صفك شرير، تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حلق المرير، ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما في وبتتعامل بالحب، مع أي جروح مخفية كل ما فيا. شكرا شكرا، تعبت خلاص وراجع انا للحضن الكبير، اشفيني من المواجع واصنع يعملها معاك النهارده، تعبت خلاص وراجع انا للحضن الكبير، اشفيني من المواجع واصنع فيا تغيير، ولانك اعظم اب حاسس بكل ما في وبتتعامل بالحب، مع أي جروح مخفية حاسس بكل ما في وبتتعامل بالحب، مع أي جروح مخفية. فضل استريح. الناس بتقول على الأيام دي صعبة، والمرنم قال هفترض وامشي مع كلام الناس وبقول وبفرض انها ايام صعبة، والناس مالها؟ الناس تعبانة؟ الناس تعبانة، بس اللي تعبان اكتر اللي مش حاطط عينه على المسيح. حط عينك على المسيح ما تتعبش، هو قدها، هو مكتوب عنه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته، هو المتحكم والمتسلط في مملكة الناس. امين يا شعب الرب. ما فيش حاجة بتحصل من وراء ظهر إلهنا، لكن كله بسماح، وإحنا هنقول وبفرض إنها أيام صعبة. طب المؤمن يبان في الضيق ولا يبان في الفرج ويبان في الأمور اللي كل الناس بتقول الدنيا حلوة والمؤمن بيقول الدنيا حلوة، لكن المفروض المؤمن يبقى مختلف لما كل الناس تقول الدنيا إيه؟ الدنيا صعبة. المؤمن يقول لا، الرب إلهي صالح وإلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانة، هو إله أمانة لا جور فيه. قال عنه موسى صديق وعادل، هو الصخر الكامل صنيعه. وبفرض انها ايام صعبة، وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، مضطربة من عارف والرب شرح ومسميها زمان. تاني مع بعضين يلا، وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، وبفرض انها ايام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، من عارف والرب شرحها ومسميها زمان الغربة.
اسم الرب إلهنا إلى الأبد. أصلي له تحير عقلي تدبيره، بيقفل باب بس بيفتح ألف باب، ألف باب غير. مبارك اسم الرب إلى الأبد. أصلي له تحير عقلي تدبير، بيقفل باب ويفتح ألف باب غير. أصلي له تحير عقلي تدبير، بيقفل باب ويفتح ألف باب غير. ويا دوب يلمح إيدي أمامه مرفوعة بحب عجيب علي يفيض جزيل خير. ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتزمر، وأشوفه بعيد في وقت الضيق ومتأخر. ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتزمر، وأشوفه بعيد في وقت الضيق ومتأخر.
آخر يقول له اصبر ما تستعجلش على فرحة، أنا بإيدي بجهز لك فرحة أكبر، بيبعت رحمة للسهران في ليل قاسي ويبعت نعمة للغفلان وللناسي، بيبعت رحمة للسهران
اسم الرب إلهنا إلى الأبد. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. وإذا عداني في صحراء يسيبني؟ لا، مسؤول عني، يبعت لي خبزي ويا الغراب. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. قول يلا معا. أمور الله عجيبة، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبع في صخرة، وإذا اشتد المجاعة يبعد خبزي ويا الغراب. إلهي صخر الدهور، لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في إيده وحده والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي
الجبال محبك من قريبة سبت في كل الأحوال يا حب يا طول أناته لكل أولاده وبناته أب مثالي ورعايته هي كمال المثال أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح أنا بستقبل زمن المجد تاني أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح يشبع نفس المشتهية ويملاها بخبزه الله ويفتح لي كنزه يشبع نفس المشتهية يملاها بخبزه أبداً مش هيكون الغد استمرار للبار فأنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح أبداً مش هيكون الغد استمرار للبار أنا بستقبل ربطي امين دايما راح اخطي انكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي دايما راح اخطي ابدا مش هيكون الغد استمرار للبال انا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح انا مش هيكون وزيت الروح يشفي جراحي بكيان مشفو قلب طموح هتلاقى بنجاح اسمعك يلا ثقة بكيان مشفو قلب طموح هتلاقى بنجاح ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح انا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح ابدا مش هيكون بالزمن المجد زمن الذل ده كل بنا ساد الخراب بحياتي هيعمل امين والخير جاي زي سحاب على ارض مطر كل بنا ساد الخراب بحياتي هيعمل والخير جاي زي سحاب على ارض
كل بنا اقول تاني يلا كل بنا ساد الخراب هيعمر في اسم يسوع والخير جاي زي سحاب على ارض المطر استقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح ابدا مش هيكون الغد استمرار لامبارح انا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح امين صباح البنوية الإلهية صباح البنوية الإلهية ينفع تصبح اللي جنبك كده وقول له صباح حب يسوع العالم كان بيحتفل بعيد الحب بس احنا عندنا حيد حب يسوع هللويا تيجي نحيي يسوع يسوع الملك حيي يسوع الملك كنت قاعد كده قول له أشكرك 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 ربنا يباركه الأخ فايز كان بيرنم عدد بيقول كده كل إناء ساده الخراب في حياتي إيه؟ ينفع كده تقول هيعمر؟ ينفع أنا مش عارف أنت جاي بإيه بس قول له هيعمر هيعمر باسم يسوع هاليلويا أنا هقرأ مع حضراتكم آية في سفر الخروج أصحاح 12 من عدد 23 قصة أو معجزة أو مقابلة أو وعد معروفة وقوية جدا في العهد القديم بيقول كده فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على عتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب أنا عايز أكرر الخمس كلمات دول مع بعض ينفع ترفع إيدك كده وتعلن اعلن كده الإعلان ده ولا يضرب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب عايزك تشاور على بيتك شاور على شريك حياتك شاور على شغلك شاور على مصنعك شاور على الخدمة بتاعتك شاور على محلك شاور على صيدليتك ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب أمين موسى جمع شيوخ بني إسرائيل وقال لهم هنعمل فصح بس المرة دي هنعمل فصح بطريقة مختلفة شوية بعد ما تذبحوا الحمل اللي بلا عيب والدم بتاع الحمل موجود في الطست وهو سخن تجيبوا فوطة وكل واحد يحط على عتبة العليا والقائمتين ويرش الدم وأرى الدم وأعبر عنكم ابتدوا يعملوا كده وجت الليلة الصعبة جدا الليلة الكئيبة الليلة السودة بس ما كانتش على اللي جوه البيت كانت على اللي بره البيت أنا بصلي كده في الوقت ده وبقول يا رب أنا عايزك تدخلني جوه الوقت ده أشوف إيه اللي حصل فلقيت ربنا بيقول لي كانوا في شخصين معديين في الوقت ده شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد والتاني مين الملاك المهلك كان ماشي ورا الرب يسوع بس الرب يسوع وهو معدي على البيت يشوف علامة الدم إيه اللي يحصل يقول كده هنا وعبر الرب بسيط على العبر دي يعني ايه دورت عليها في الترجمة ايه الترجمة جميلة جدا بتقول ايه فرد الرب جناحاته على البيت يجي المهلك يخش البيت ما يقدرش عارفين ليه لان الرب موجود وفرد ايديه على جناحات البيت اقول لكم على حاجة في مشهدين مشغول بيهم قوي اقولها لحضراتكم مشهد
اللي جوه حماية الدم والمشهد اللي بره. مشهد اللي جوه حماية الدم ناس فرحانة بتعيد الفصح، بياكلوا كباب وكفتة وفطير مشوي وبيسقفوا زي ما احنا كنا بنسقف مع اخويا فايز ويرنموا. طب والمشهد التاني صعب جدا، بس ده اللي بره الدم، صراخ وبكاء وناس بتجري مش عارفين يروحوا فين من الملاك المهلك، لان بيقول الكتاب ان في كل بيوت المصريين كان في دم، من بيت فرعون لبيت الاسير في دم. انا عايز ادعيك النهارده لو ما كنتش محتمي بالدم، من فضلك الايام صعبه، بنسمع عن اخبار صعبه جدا، زلازل وفيضانات وحروب وناس بتنام في الليل بتصحى البيت الاجهه محدود. انا اسف جدا يعني اللي بقول لك كده، لو ما كنتش محمي في دم يسوع بدعيك النهارده تحتمي في دم يسوع. امين. لينا ترنيمه اخيره مع الاخ فايز، ربنا يباركك اخ فايز. نرحب بالاخ فايز كمان. لينا ترنيمه، انا مشغول قوي ان ارنم ترنيمه نعمتك غنيه، بس تيجي نقف واحنا بنقول نعمتك غنيه. انا عايز وانت بتقول نعمتك غنيه تشاور على الصليب، تشاور على الصليب كده وانت بتقول نعمتك غنيه. رضي بيا. طب كان ليا تمن انا لما رضي بيا؟ ده احنا كنا مرميين على قارعه الطريق، ولا تمن ليا ولا اي حاجه، بس هو دفع فيا تمن دم ابنه. نعمتك غنيه، قول له يا اللي راضي بيا. نعمتك عظيم يا اللي راضي بيا، وديتني قيمه، وديت ليا قيمه، ايدك بتحوطني، ايوه ايدك كريمه، ما انت اللي مفرحني ومديني ترنيمه. نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، يا اللي راضي بيه وديت ليا قيمه، ايدك بتحوطني، ايوه ايدك كريمه، ما انت اللي مفرحني ومديني الترنيمه. نعمتك شالتني من وسط كسوري، ايوه ايدك حملتني، انت ليا صوري، مش متروك لي وحدي لظروفي واموري، انت بدت معايا وهتكمل يا نوري. نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، يا اللي راضي بيا وديت ليا قيمه، ايدك بتحاورني، ايدك كريمه، انت اللي مفرحني ومديني الترنيمه. ولقيت نفسي محمي، انا مديون، انا مديون للنعمة، انا مديون للصليب. نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، يا اللي راضي بيا خليت لي قيمه، ايدك بتحوطني، ايوه ايدك كريمه. شكرا، انت اللي مفرحني تتحرك، ودي مش حاجة مني، انت اللي بتقرر انك هتبارك اكتر من ما تصور. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، يا اللي راضي بيا واديتني قيمة، القيمة تحوطني، ايوه ايديك كريمة، انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة. نعمتك شالتني من وسط كسوري، أيوة أشكرك، صوري
مش متروك لي وحدي لظروف أموري. انت غدت معايا نعمتك شالتني. قول يلا نعمتك شالتني من وسط كسوري. ايوة ايدي حملتني انت لي يا سوري. مش متروك لي وحدي لظروف أموري. انت غدت معايا ماجد. بنرحب بحضرتك, اهلا وسهلا بيك. عايزين نحيي ونرحب ابونا ماجد. هللويا. كم حد هو بيقول مش متروك لوحدي مليان بالإيمان ده؟ حد مليان بالإيمان ده؟ أنا مش متروك لوحدي. إيليا قال بقيت وحدي 4 مرات في ملوك الأول 18 مرة وفي ملوك الأول 19 3 مرات. بعد معركة الرب اداله انتصار غير عادي, بس فضل يقول بقيته وحدي. لكن المرنم هنا بيقول ايه؟ مش متروك لوحدي. وده اللي قاله الرسول بولس, ان الجميع تركوني لا يحسب عليهم, لكن الرب وقف معي وقواني. فإيليا الناري اتملأ بإحساس إن هو لوحده في وقت من الأوقات, لكن مؤمن العهد الجديد مع الرسول بولس اللي اتملأ بالروح القدس, لأن الروح القدس ساكن فيه, يعني الرب قائم فيه حاضر فيه, قال لك إيه؟ الرب لم يتركني, وقف بي وقواني. حد فهم حاجة؟ أنت النهاردة ما ينفعش في العهد الجديد تقول بقيت أنا وحدي. لو قلتها محدش هيصدقك ولا السماء هتصدقك. عارف ليه؟ يمكن هو في العهد القديم كان ممكن يقولها لأن الروح القدس مش ساكن فيه, لكن النهاردة وحضرتك هيكل لله وروح الله ساكن فيك. طب أنا أصدقك ولا أصدق الإعلان الكتابي؟ تصدقوا مين؟ طب حد مصدق نفسه أنه هو متساب لوحده؟ ممكن نفسك تخدعك وتقول لك إيه؟ انت لوحدك. هدي نفسك كلها, اهدي, انا مش متروك لوحدي. ليه؟ لان الرب قال كده ان هذا يكون معكم ويدوم فيكم. قولها تاني كده. هذا ايه؟ معكم وفيكم. معاك تشعر بالمعية باسم الرب يسوع في اي امر بتعبر بيه. فيك لأن المسيح فيكم رجاء المجد. ساعة ما دخلت الاجتماع والرب مديني كلمة كده قبل ما نفتح الكتاب, حاجة خاصة لناس موجودة ممكن يكون دلوقتي في الكنيسة وأكيد وممكن يكون ناس بيتابعونا دلوقتي في البث, إن الرب بيقول لك كده أنا أبدد محاصرك. أيا كان الحصار اللي أنت عامله معاك العدو الوقت ده, الرب يبدد عظام محاصرك. يبدد عظام محاصرك. الآية دي في مزمور 53, أن الرب يبدد إيه؟ عظام. يعني إذا كان اللي واقف قدامك من عمليك أو حاجة أكبر منك سواء ظروف أو أشخاص, الرب يقول لك النهاردة ما تقلقش, أنا هأبدد عظام محاصرك. كل حصار العدو عمله معاك باسم الرب يسوع
الرب يبدده، مين يرفع ايده يستقبل الاعلان، مين يصدق الكلمه، مين يصدق صوت الرب انه يبدد عظام محاصرك في اسم يسوع. ليه مرات بقول لك ارفع ايدك وانت بتستقبل الاعلان؟ ليه بقول لك اتفاعل؟ لان كلمه الله ده ملكوت ايمان، لازم تتفاعل مع كلمه الله، لازم تصدقها، لازم تنطقها، لازم تلهج بيها. انا اؤمن في اسم الرب يسوع ان كل حصار، كل حصار العدو عمله معاك الوقت اللي فات، ايا كان ايام او شهور او حتى ليله واحده، بس لو حتى من امبارح، باسم الرب يسوع هذا الحصار الرب يفكه عنك الليله باسم يسوع، لانك مش لوحدك. سفر العدد اصحاح 35 عدد 9، تعالوا نكمل اللي بداناه المره اللي فاتت عن مدن الملجأ. سفر العدد 35 وعدد 9 يقول الكتاب: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم. أنتوا شايفين القراية؟ ممكن يشغل الشاشة ولا ظهرت كده؟ فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم، ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا، فتكون لكم المدن ملجأ من الولي، لكي لا يموت القاتل حتى يقف أمام الجماعة للقضاء. والمدن التي تعطون تكون 6 مدن ملجأ لكم، 3 من المدن تعطون في عبر الأردن، و3 من المدن تعطون في أرض كنعان. مدن ملجأ تكون لبني إسرائيل وللغريب وللمستوطن في وسطهم، تكون هذه الست المدن للملجأ لكي يهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا. فعدد 25 نفس الإصحاح: وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترد الجماعة إلى مدينة ملجائه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. تعالوا نروح مع بعض ليشوع 20 وعدد 7، نقرأ الست مدن اللي بدأنا في التأملات في معانيها. يشوع 20 من عدد 7 يقول الكتاب: فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل إفرايم، وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أردن أريحة نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في بشان من سبط منس. وانت واقف قبل ما تقعد، حط ايدك على كتف اللي جنبك وقول له: باسم الرب يسوع الرب لك ملجأ، ليك حرية في يسوع المسيح، ليك اطلاق في يسوع المسيح. اعلن معايا قول له: باسم الرب يسوع الرب يبدد عظام محاصريك الان في اسم يسوع، كل ضغوط جاي بيها في اسم يسوع المسيح الرب يطلقك من ضغوطك، سواء ضغوط في بيتك في شغلك، من اعداء قريبين او بعيدين. العدو بيشتغل من خلال الناس، بس هو مش عدوك الناس، لان الكتاب قال مصارعتنا ليست مع دم ولحم. باسم الرب يسوع كل حصار، وانت بتصلي مع اخوك وانت بتصلي مع اختك، في اسم الرب يسوع الرب يبدد عظام محاصريك. كل تعب، كل مرض، كل مرض، كل ارهاق، كل تشتيت، وكل اعياء في الاذهان وفي الاجساد، باسم الرب يسوع يخرج الان. حضور الله يبدد عظام محاصريك في اسم الرب يسوع، كل ضغط من عمليك عليك الآن ينكسر باسم الرب يسوع، تكون في حرية مجد أولاد الله. كل الذين في يسوع المسيح في مدينة ملجأنا العظيم يسوع، أؤمن بحرية، بحرية في اسم يسوع، إطلاق في اسم الرب يسوع. نفسي كل الكنيسة نرفع أيدينا كده في دقيقة ونعلن. أنا مشغول بالكلام ده أديلي كام يوم، وهنعمل ده بعد الخدمة. الرب شغلني إن احنا نصلي بإطلاق وبشفاء في اسم الرب يسوع. ارفع إيدك ويعلن معايا: باسم الرب يسوع حضور الله الآن يبدد كل حصار للعدو على الأذهان وعلى الأجساد، يسقط، يسقط باسم الرب يسوع. أنا أؤمن إن الكنيسة في هذا الصباح هتختبر لمسات حرية وشفاء باسم يسوع.
رب يقتحم اجتماعنا بحضوره الشافي المحرر باسم الرب يسوع. انا اؤمن ان من الكنيسة كمان هنا هتخرج قوة شفاء، مش بس للي في الكنيسة، لناس كمان من اللي بيتابعونا، انا اؤمن في اماكن بعيدة، لان روح الله لا يحد مكان او زمان. في اسم الرب يسوع حرية، حرية اطلاق وشفاء في اسم يسوع. امين امين. كم حد مصدق ان حضور الله ما يتحدش لا بمكان ولا بزمان؟ حد مصدق؟ في اسم الرب يسوع في الأزمنة دي الصعبة الكنيسة تلمع، كنيسة تلمع ومجد الرب يلمعها، وتعرف الناس ان مفيش سكة او ملجأ غير الرب يسوع. أزمنة الضيق الناس بتبص على اي منقذ باسم يسوع. الناس ما تعرفش غير منقذ واحد في هذا الزمان. تقولوا امين؟ هو مدينة ملجأنا العظيم يسوع المسيح، هو مدينة ملجأنا العظيم. رب حط في الشريعة الأمر ده لكل قاتل نفس سهو، مش عمد، لكل قاتل نفس سهو. قال له هتعمل 6 مدن، فعملوا 3 مدن في الشرق و3 مدن في الغرب بالنسبة للأردن، وكانوا بيسهلوا الوصول لأن الهربان أو المطارد ما كانش بيبقى مركز، فلازم يلاقي أقرب مدينة يلجأ ليها، وبيبقوا أهل المدينة مسؤولين عن حماية الشخص اللي دخل المدينة، ويفضل موجود في المدينة دي لحد ما يجيله الخبر أنه مات الكاهن العظيم اللي موجود في الزمن ده. والمرة اللي فاتت قلت لكم من رسالة العبرانيين طلعنا حوالي 3-4 شواهد، أن كاتب العبرانيين كان بيثبت للعبرانيين أن الكاهن العظيم أو رئيس الكهنة العظيم هو بعينه شخص الرب يسوع، وهو بالفعل مات. والخبر الحلو أن بموت رئيس الكهنة العظيم يسوع اترد لينا الميراث مرة تانية، وترد لينا المواعيد مرة تانية، لأن الشخص الهربان اللي كان بيهرب من بيته من بلده بيسيب كل حاجة، بيسيب مراته أولاده، ولو ليه ميراث بيسيبه، بيبقى مشتاق أن يرجع مرة تانية لإيه؟ لبيته ولمراسه والأرضه. فالخبر العظيم اللي بينقله لينا كاتب العبرانيين انه بالفعل مات رئيس الكهنة العظيم، فاحنا اتردينا للمواعيد مرة تانية، اتردينا للمصير المبارك مرة تانية، اتردينا مرة تانية للمواعيد، اتردينا للبركة. عشان كده ده الخبر الصار اللي كان بينقله كاتب رسالة العبرانيين. اتكلمت المرة اللي فاتت معاكم في اول 3 مدن، فكركم بيهم بسرعة. أنا عارف أن أنتوا أكيد مش فاكرين، يعني أنتوا ممكن تكونوا مش فاكرين الجمعة اللي فاتت، فأكيد مش هتفتكروا الجمعة بتاعت الشهر اللي فاتت. قادش، الشيخ سامح بيشجعنا، قادش وإيه؟ وشكيم وجولان بمنسة. حلو قوي، هقول معنيهم وبعدين أدخل على الباقيين. اتكلمنا في قادش وقلنا قادش معناها يقدس أو يرفع شيء ما، وقلنا قادش معناها ان الرب ياخد كل ألمك اللي عبرت بيه ويقدسك ويكرسك. لو انت بتسأل النهاردة اللي انا عديت بيه، طيب ده نظامه ايه؟ هقول لك الرب المستوى ده في المسيح. انا قلت لكم ان 6 مدن دول بيعبروا عن 6 مستويات من الحرية في المسيح. طول ما انت عايش هتختبر ده، زي الرب بيصنع حرية في روحك وفي نفسك. فقادش معناها ان الرب بيحررك من فكرة الألم الغير مجدي، لكن الرب يقول لك كل شيء عديت بيه في حياتك كان مقصود وليه معنى، ومن خلال هذا الألم انا كنت بكرسك وبقدسك لي. وضربنا المثل بحياة يوسف، وقلنا يوسف كل اللي عبر فيه مفهمهوش غير هناك بعد 13 سنة لما وقف قدام إخواته، فهم إن هو الرب دخله في قادش، لأنه قال لهم إيه؟ أنتم قصدتم به، لكن الرب قصد به إيه الخير في كده؟ إن الرب خد كل الألم بتاع يوسف وجعله أكثر قداسة وأكثر طهارة ونقاء. نمرة 2، اتكلمت معكم في شكيم، قلت لكم كلمة شكيم معناها كتف، وهي بترمز للقوة. لكن بالرغم من كده ان شكيم معنى اسمها حلو، او المعنى الحرفي كلمة شكيم معناها كتف،
ورمز الكتف القوة. أي حد معاه شيلة تقيلة شوية يقول لك حطها على كتفي. يعني تلاقي زمان كده قبل الغاز الراجل بتاع الأنابيب بيروح رفع الأنبوبة على كتفه. ولو أنت في المحطة كده وحد على قده كده عايز يرفع حاجة يقول لك إيه ساعدنا حطها فين. فالكتف بيرمز للقوة. لكن شكيم كانت مدينة ذات سمعة سيئة، وقلنا لسببين. السبب الأول إن شكيم حصل فيها المجزرة بتاعة أبناء يعقوب بسبب دينا. السبب الثاني إن شكيم هي المنطقة اللي اتباع فيها يوسف عبد، فبلد صعبة. يعني الأحداث اللي حصلت فيها الحدثين دول مخلينها بلد الذكرى بتاعتها صعبة. لكن إيه الرمز في ده؟ إيه يعني إيه شكيم بترمز لإيه في المسيح؟ إن الرب بيقول لك إن أكثر مكان كان مؤلم ليك هحوله لنقاط القوة في حياتك. أكتر أماكن كانت موجعة عليك أو أكتر أحداث وجعتك شكيم في المسيح يتحول مكان ضعفك لمكان انطلاقك. عشان كده البداية مع يوسف كانت من شكيم، وهي اللي من خلالها وصل لفين؟ للملك. عارفين في تأمل كده يعني معروف شوية، بس الرب ضاف لي حاجة قريب. قال لي عارف يوسف ما كانش ينفع يملك غير لما يبدأ من شكيم، من البير اللي مرمي فيه في شكيم. بقول له ليه يا رب؟ قال لي فاكر الرسول بولس لما قال إن مدام الابن قاصر فهو بيتساوى مع العبد، فهو تحت أوصياء. قلت له يعني إيه؟ قال لي يوسف كان تحت أوصياء، ما ينفعش يملك. قال لي في كام بيت في حياة يوسف كلنا حفظناهم دولت وعظناها كتير، 4 بيوت. قال لي في بيت يعقوب هو تحت وصاية يعقوب، في بيت فطيفار هو تحت وصاية فطيفار، في بيت السجن هو تحت وصاية السجان، في بيت فرعون هو يملك وفرعون تحت سلطانه. جبتها منين دي؟ من مزمور 105. يقول لك يأس الرؤساء بحسب إرادته. ايه ده؟ يعني لما وصل هو البيت فرعون ما بقاش تحت وصاية، ده فرعون هو اللي كان تحت وصاية مين؟ انتوا متخيلين؟ مرات كده الكلمة دي بتيجي في دماغنا من غير ما نجي. اقول لك يوسف كان الرجل اللي كان في مصر، يقول لك الرجل الثاني. لا، بحسب الكتاب يوسف كان الرجل الاول. ومن كلام فرعون كل اللي راح لفرعون علشان يدور على الحياة كان بيقول له تروح لمين؟ يوسف. ومزمور 105 لما تقراها تفهم ان يوسف يأس الرؤساء بحسب إرادته. الأماكن اللي انت اتضايقت منها او تعبتك الزمن اللي فات، لو انت عديت في شكيم الرب يقول لك دي اكتر أماكن، ايوه كانت مؤلمة في حياتك، لكن الله بيستخدمها لإعدادك وهيحولها للصخرة القوية اللي تقف فيها وتقول إلهي عظيم. لكن المدينة الثالثة اللي اتكلمنا فيها هي جولان بمنسة، وقلنا الكلمة دي مقسومة نصين. كلمة جولان كانت صعبة شوية في الترجمات، لكن أقرب ترجمة ليها كانت معناها شاطئ. ومنسة كلنا فاهمين الكلمة اللي قالها يوسف على ابنه إن الله أنساني. وهنا المستوى ده في المسيح الرب عايز أقولك إيه؟ ستذكر المشقة كمياها عبرت. لأن في مشكلة من الرب نقع فيها، حتى يعني ممكن أنا كخادم أقع فيها معاك لما تيجي تحكي لي عن ألامك وعن مشاكلك أقولك انسى. ما يوسف قال الرب إيه؟ أنساني. النسيان اللي الناس بتحكي فيه، أو إحنا مرات حتى كخدام نقع في التعبير ده وإحنا مش واخدين بالنا، أنت لا يمكن تنسى جروحك وألامك، لا يمكن، إلا في حالة واحدة قلتها لكم المرة اللي فاتت، إن بعد الشر تفقد الذاكرة. لكن اللي يقصده الكتاب هنا إيه؟ مش إنك تفقد الذاكرة، لا بالعكس، ده بيقولك هتتذكر، بس تذكر المشقة. شوف مش تنسى بقى، تذكر المشقة كم يعني أمال الرب يعمل إيه؟ شاطئ، يعني الرب يحط حد كده في الأمور المؤلمة في حياتك، فلما ترجع بذاكرتك للأمور الصعبة في حياتك تكون اتخلصت من شعور المرارة اللي حصل لك وقتها. دي منطقية أعتقد، دي أحسن وأوقع وأجمل بكتير. إن لا يمكن هتنسى المشكلة ولا الصدمة ولا الجرح ولا الخيانة، أنت لا يمكن هتنسى الأحداث الصعبة اللي حصلت في حياتك، بس لما تقف كده تذكرها تقول لهم إيه؟ لا تتأسفوا في قلوبكم. أنتوا بتبكوا، أنتوا بتعيطوا، أنتوا متضايقين، أنا الرب أنساني. أنساني يعني إيه؟ الرب عبر بيا. في جولان بمنسة المستوى ده بيحصل عبور من منطقة الألم والمرارة
اللي انت لا يمكن هتنسى، بس شعور الالم والمراره الرب عمل ايه؟ خلصك منه. هقول لكم سر، يعني محدش سامعنا غير انتوا والناس اللي ورا الشاشات، سر يعني. كنت بقول للرب في مره الامور المؤلمه يا رب سايبه اثر، خاصه الجروح بتاعه الناس، الصدمه اللي في الناس والخيانه او الامور المزعجه بتسيب اثر. قال لي انا معاك بتسيب اثر. قال لي اقول لك على حاجه، كانت وقت خلوه كده وقعد مع الرب قعده طويله شويه. قال لي اقول لك على حاجه، قلت له قول يا رب يعني سمعني. قال لي انت عارف لما يوحنا شافني في السماء شافني الخروف المذبوح وشاف اثار الجروح. قلت له يعني انت ما غفرتش لحد دلوقتي؟ انت بتضحك علينا؟ مش انت اللي قلت على الصليب انا مش هسمح ان انا احسب لكم دي خطيه؟ مش انت بقيت تقول يا ابا اغفر لهم؟ قال لي غفرت. قلت له امال ايه، امال ليه؟ قال لي عارف ليه انا سايب الاثار الجروح دي؟ عارف ليه؟ عشان اعلمك ان حتى لو مكان الجرح كل شويه هتشوفه لكنه شوفي، العلامات موجوده علشان تعلمك انت ما ترجعش تغلط غلط زمان. حد فاهم حاجه؟ انا سايب شكل الجرح علشان ما ترجعش تغلط الغلط بتاع زمان، عشان ما ترجعش يا يوسف تحط امانك مره تانية في يعقوب. النهارده يوسف هو في قصر فرعون، تعال اقول له ايه امانك في مين؟ في الرب واحد مش في يعقوب. قال لك ما نفعش زمان، مش في اخواتك، ما نفعش زمان. فالرب مرات بيبقى قاصد ان هو زي ما علامات الجروح باينه فيه، حتى لما ظهر للتلاميذ مكان المسامير باينه ومكان الحرب باينه. وعلى فكره احنا لما نطلع السماء هنشوف اثار المسامير والحرب. ايه ده ليه؟ عايز اقول لك انا بس عايزك انت تتعلم مني ان عشان كل ما ترجع وتبص على الالم اللي حصل في حياتك بس تعرف ان فيا في مستوى اسمه جولان بمنسى، انا عبرت بيك هذه الجروح المؤلمه فتذكر المشقه كمياه عبرت. المدينة الرابعة رقم 4 بقى الجديد اسمها رموت جلعاد. المدينة دي اسمها رموت جلعاد. عايزك تبص معايا في أرمية 8 وعدد 1. رموت جلعاد أو الترجمة بتاعتها مرتفعات جلعاد. والمستوى ده في المسيح، بص اقرأ الشاهد معايا هتفهم. أرمية 8 وعدد 1. في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم. المشهد ده صعب قوي، لما تبص كويس هتلاقي ان كل الدنيا عبارة عن عظام وموجودة في قبور. تاني، عظام مين اللي موجودة في القبور؟ الملوك والرؤساء الكهنة والأنبياء، مش باقي في ده غير السكان. وقال لك وسكان وعظام سكان ايه؟ اورشليم. كل ده موجوده في القبور. القبور تشير للموت. والمستوى ده في المسيح عايز اقول لك حاجه، لو انت جايب كل حاجه شبه ميته او هي ميته بالفعل، المستوى ده في المسيح بيقول لك ان الرب فيه الشفاء لكل حاجه انت شايف فيها استحاله. طب انت ليه ربطتها بالشفاء؟ هقول لك لان جلعاد هي بقى في نفس الاصحاح بس عدد 21. ارميه 8 نفس الاصحاح عدد 21 بيفسر لي، بيقول لي ايه جلعاد؟ ايه وظيفه جلعاد؟ ايه اللي المفروض يحصل في جلعاد؟ من اجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، اخذتني دهشه، اليس بلسان في جلعاد ام ليس هناك ايه؟ الاجابه انه يوجد بلسان ويوجد طبيب. حتى لو لكل هذه العظام البلسان اللي فيه يكفي. يعني ايه المستوى ده في المسيح؟ بيوصلك انك تصدق وما بتفهم ان الحلول الالهية والشفاء موجود في الرب وحده. وده المستوى اللي صرخ فيه داود لما تيجي عند المزمور كده وتسأل داود، يقول لك الذي يشفي كل ايه؟ ممكن تقولوها معايا، الذي يشفي كل امراضك. عندك عظام ملوك، عندك عظام رؤساء، عندك عظام الكهنة، عظام الأنبياء، عظام سكان كل أورشليم. لو انت جاي وعندك حطام في حياتك، وزي ما قالها داود لو انت تحولت لرماد ما عندوش مشكلة، المستوى ده في المسيح يحول رمادك لجمال.
المستوى ده في المسيح هو اللي بيقول لك انك لما جيت لرموت جلعاد انت اتيت الى الطبيب العظيم. يا جماعه احنا مرات بننسى في امراضنا ان هو الطبيب العظيم. انا بتكلم على الامراض الواقعيه، احنا مرات الامراض الجسديه يعني مرات بننسى ان هو وحده اللي عنده المخرج لنفوسنا. اقول لك الزمن ده الناس محتاجه، كل واحد محتاج طبيب نفسي يروح يحكي معاه. مفيش مشكله لو انت حابب تعمل كده تعمل ده، بس الحقيقه ان هو وحده بس اللي قدر يصنع شفاء للنفوس. هو وحده بس. الطب النفسي او حتى علماء النفس يقول لك هو مش علاج بمعنى العلاج، لكن اغلب الجلسات يعني فيها واحد بيحكي بيطلع اللي جواه، وحتى العلاج اللي بيتاخد بعض الادويه اللي يقول لك بتظبط الكيمياء بتاعه المخ، او مثلا في اغلبها حاجات تخلي الواحد ينام. لكن الوحيد اللي شفى النفس هو يسوع بس. بس دايره النفس دي ما فيش شفاء فيها غير عند واحد اسمه يسوع. هو بس اللي قدر يتعامل مع النفس البشريه ويشفيها ويخلصها من المراره ومن الاكتئاب. انتوا عارفين المستوى اللي دخل فيه إليا كان مستوى من الاكتئاب صعب. تعرفين اللي طلب الموت لنفسه ده مستوى عالي من الاكتئاب. اتعرض ليه في وقت الرسول بولس بيقول حتى أيسنا من الحياة، بس المستوى بتاع إليا كان أصعب. إليا شبه دخل في محاولة انتحار. أنا أقول الكلام ده وأجر على الله. هو دخل شبه محاولة انتحار. هتقول لي فين؟ حاول ينتحر فين؟ لما راح تحت الرتمة وجلس وطلب الموت لنفسه. لازم تفهم ايه هي الرتمة. انتوا عارفين الشجرة دي عبارة عن ايه؟ اقرب ترجمة قالت شيح، بس هو مش شيح، مش شجرة شيح. هو اللي هيشم شيح هيموت. يعني عندنا في المنيا لحد النهاردة يقولك ايه، لو في مكان فيه تعبان حطوا شيح يعمل ايه؟ يطفشه. هو اهل المكان بيموتوا قبل التعبان، يعني حاجة كده خانقة. لو حطيت شيح في المكان انت مش هتستحمل ريحته. الرتمة حاجة زي الشيح بس اقوى، نبات خانق لدرجة أنهم كانوا بيستخدموه في الحرب لأنه سريع الاشتعال. ده كأن واحد يعني عايز ينام زي اللي دخل المطبخ وفتح عمومة البوتاجاز، اللي هو إيه يعني أنا مش هموت نفسي بس إيه خد نفسي بقى. يعني العملية جابت آخرها. مين اللي يقدر يطلع حالة زي دي من اللي هو وصل لي؟ مين؟ واحد بس. يا إلي أنت محتاج تكون في رموت جلعاد. يسوع المسيح نفسه هو في البستان كإنسان، الكتاب قال ابتدى يحزن ويكتئب. أرتوها الكلمة دي؟ يسوع المسيح كإنسان ابتدى يحزن ويكتئب، لكن جات المعونة من السماء، ظهر له ملاك. ما فيش حل غير في رموت جلعاد. المستوى ده من الشفاء مش موجود بس غير عند يسوع. يا جماعة احنا محتاجين نختبر ده ومحتاجين نعلن ده، ما نتكسفش منه. ان الهي هو الشافي، هو المحرر. لما راح لإلي علشان يطلعه من الحالة دي اللي هو كان فيها، راح له الرب خد له ايه معاه؟ حد فاكر خد له ايه؟ شوكولاتة؟ خد له فطيرة. انتوا مش ما انتوا ما قرتوش القصه ولا انتوا مش عايزين تقولوا خد ايه؟ خد له فطيره طريه. طب ليه خد له فطير؟ انا قلتها لكم قبل كده. لا مش عشان بس يوكله، ما هو كان بياكل لحمه وعيش في وقت. إليا كان بيحب الفطير، حتى لما خده عند الارمله قال لها اعملي لي ايه. هو مزاجه كده بيحب الفطير. فهو لما راح له في حاله الاكتئاب ما خدلوش لحمه، هو مش مزاجه في اللحمه، هو بيحب ايه، فراح خد له فطيره من اللي هو بيحبها. المستوى ده في يسوع يجي لك باللي انت بتحبه. اب حلو قوي. كان لسه الاخ فايز بيقول لنا ايه، ولانك اعظم ايه اب حلو. انت كاب وانت مروح، لو انت في مكان مثلا غبت يوم او اتنين وانت راجع عايز تاخد لاولادك، تاخد اللي انت بتحبه ولا اللي هم بيحبوه؟ انا باخد اللي انا بحبه، سيبك مني. فتاخد لاولادك اللي هم ايه، فانت عايز بتحب ايه ليه؟ راح خد له فطير، كل ونام، وراح قام تاني كل وايه، عمال ياكل فطير هو في حالتك ولا عاتبه. وحد لما قال له مالك هنا ليه، راح قال له ايه،
أي كلام يا عبد السلام؟ هذا ممزاب حقته لأنبيائك وبقيت أنا إيه؟ والحقيقة مش وحده، ما أنا قلت لكم هو قال بقيت وحدي أربع مرات. الأربع مرات اللي بقول فيها بقيت وأنا وحدي ده في عز الانتصار. هو أنت فاكر أنت اللي قتلت 400 نبي البع وتقول لي بقيت وحدي؟ ده أنت إليا، أنا خليت إليشع يشوف حقيقتك، ده شافك مركبات إسرائيل وفرسانها. هو أنت لوحدك ينفع تكون مركبة إسرائيل وفرسانها وجاي بعد كل تقول لي أنا إيه؟ بس ده مش وقت، والرب ما قالوش كده. أصل هو بيعالجه منين؟ من الاكتئاب. مرضيش يقول له الحقيقة، سابه، وبعد ما وكله وظبطه قال له قوم بقى إيه؟ كل. وبعد ما كان قام إليا ومشي. بس أكلة من إيد سيدك ده مش عالجه من الاكتئاب، ده تحول إلى رجل آخر. ارجعوا افتحوا ملوك الأول 19 في البيت، واقروا من ملوك الأول 19 لحد آخر سفر ملوك الأول، هتلاقوا اللي عملوا إليا بعد الأكلة دي والمقابلة دي ما عملهوش طول الوقت اللي فات قبل ما يقول له خذ نفسي. جري في الخدمة جري، وكان ممسوح مسحة للدرجة اللي فيها لما قال له هتمسح ياهو هتمسح إليشع، لما راح يمسح إليشع ورمى عليه التوب بتاعه ما استنهوش. إليشع عمل إيه؟ هو اللي بقى يجري وراه. بقى فرق السرعات اللي في خدمة إليا قبل حالة الاكتئاب وبعد حالة الاكتئاب فرق سرعات مش طبيعية. أنا مش عارف أنت واصل لفين النهاردة من حالة يأس أو اكتئاب أو إحباط، بس عايز أقولك اليوم في رموت جلعاد سيدك ياخد بإيدك ويقولك رجليك اللي مش عارف تمشي عليها مش هخليها موجودة. ليه يا رب؟ لأن عملت لك جناحات هخليك تطير. إليا كان بيطير، والأنبياء قالوا كده لإليشع، ما كانوش بيقولوا له احنا شايفين إليا ماشي في حتة، كانوا بيقولوا إليا ممكن بيروح فين؟ من جبل لجبل بيطير. حد عايز يطير؟ احنا هنطير في الأزمنة الصعبة. عارف امتى هنطير؟ اقول لك سر برضو زي اللي قلت لك من شوية. يا رب كنت بصلي من وقت والله رب الأزمنة صعبة، الوقت صعب، الناس مش عارفة، الناس مش عارفة تعيش، الناس قال لي ما تمشيش مع الناس. قلت له ما اعمل ايه يعني؟ قال لي طير. قلت له ازاي؟ قال لي انت عارف الناس وهي ماشية عارف متكعبين ليه؟ عشان الشبكة منصوبة في الأرض. ايه ازاي؟ الشبكة منصوبة في الأرض. إبليس ناصب الشبكة في الأرض، فأنت لو عشت مع كلام الناس في الأرض رجليك هتيجي في الشبكة. إزاي يعني؟ قال مش أنا قلت باطل تنصب الشبكة في عين؟ أنت عمرك شفت واحد طالع يصيد عصافير واخد معاه شبكة؟ أنتوا بتصيدوا العصافير بإيه؟ حد فهم؟ واحد صياد عصافير أو بيصيد يمام واخد معاه شبكة يحطها في الأرض؟ لا، اللي هيصيده في الأرض ده اللي ماشي في الأرض. عشان كده سليمان قال لك باطل تنصب الشبكة في عين إيه؟ ليه؟ لأن اللي فيه زي جناح ده عامل إيه؟ مش ماشي على الأرض هو إيه؟ وده اللي عملته معاك النعمة. زمان الناموس خلى الإنسان يعرج، وده اللي قاله ليا حتى متى إيه؟ جات النعمة. قلت له الحمد لله النعمة جات يا رب، يبقى هتعمل لي رجل سليمة. ما هو الناموس خلى رجل سليمة ورجل عرجة. قال لك لا، أنا هشيل الرجل التانية. أمال إيه؟ أنا مش عايزك برجول، أنا عايزك بجناحات. حد عنده جناحات هنا؟ امال مالكم تعبانين ليه؟ ولا انتوا لسه صحيين؟ حد يعظم عمل النعمه؟ هي النعمه شكلها يا اخي فايز كنت بتقول نعمتك ايه؟ رب عايزك تحلق في الزمن ده، الرب مش عايزك تقول كلام الناس ان العيش غلي والرز غلي والدولار غلي يا سيدي اسمعني بس، طول ما انت ماشي تحت هتتكعبل. طب اطلع فوق ازاي؟ مش انت اللي هتطلع، هو طلعك. مش قالك اقامنا معه واجلسنا معه؟ وبعدين قالك زمان الجالس في السماوات ايه؟ يضحك. انت فاكر هتموت من الجوع ولا الازمه دي هتاثر فيك؟ مش هتاثر فيك. احنا مدعوين احنا نصلي علشان الناس اللي مش فاهمين، لكن هو حسمها من زمان وقالك ليس بالخبز وحده. الحقيقه الكنيسه المفروض تصلي اكتر، مش علشان الحاله الاقتصاديه، هنصلي للحاله الاقتصاديه ده لازم، الرب علمنا كده، بس احنا عايزين نصلي اكتر ان الكنيسه ما يكونش فيها كلمه الله عزيزه، لان الكتاب قال الموت الحقيقي ان كلمه الله تكون عزيزه. لكن ده في اغلب الاحيان في الازمات الاقتصاديه الرب كان بيعمل نهضات. سامعين عن النهضه اللي قديلها 8 9 ايام في امريكا؟ سامعين ولا لسه بتشوف الفيديوهات بتاع الزلازل؟ في اجتماع بدا، اجتماع بدأوا، ما هم مش في دماغهم. الاجتماع بدأ في أمريكا، شباب
النهاردة يمكن اليوم التاسع أو العاشر مستمر، الاجتماع ما فصلش، فصلش. من ثلاثة أيام حد من الشباب أعرفهم كان في أمريكا وجاء من أسبوع، فجاي يسلم عليا في البيت، فبيقول لي الوضع بشع يا أسيس، الوضع بشع في موضوع المثلية الجنسية والإباحية. قال لي بشع. بعد ما مشي من عندي بعدها بيوم، امبارح تقريبا أو أول امبارح قريت الخبر ده وعاملين لينك كده ان الاجتماع شغال لايف 8-9 ايام مش عارفين يوقفوا الاجتماع. ايه ده؟ حد مشتاق لنهضة زي دي في وسط الظلمة والظلام الدامس اللي في الارض؟ ده الوقت اللي ده وقت الكنيسة اللي يشرق عليها، مش قال لها كده الظلام الدامس يعمل ايه؟ يغطي الامم. اما عليك باسم الرب يسوع يا كنيسة يشرق عليك نور، وتعرفي وتعرفي الأرض إن هناك طبيب عظيم في جلعاد. تقولوا أمين باسم يسوع. المستوى الخامس مدينة باصر. يبقى في رموت جلعاد معناه إن بكل إحباطك يأسك مرضك أنت بتيجي للطبيب العظيم الشافي. فالمستوى ده في المسيح بيكلمنا عن شفاء وعن حرية. باصر كلمة معناها الإثمار. باصر، مدينة باصر، الكلمة معناها إيه؟ واسمع، خلينا أقول لك بكل وضوح من على منبر الرب، لا يمكن أن تثمر في حياتك بعيدا عن حضور الله. لا يمكن أن تثمر في حياتك بعيدا عن حضور الله. الكرمة المثمرة، الكرمة المثمرة، وده اللي قاله المسيح بكل وضوح، قال لهم أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الحقيقة مفيش ثمر ومفيش حلاوة في حياتنا من غير ما نكون في محضر الله، ارتباطنا بيه. عارف يعني ايه الغصن اللي موجود في الشجرة؟ يعني نفس العصارة اللي في يسوع المسيح هي جاية لينا كأغصان. انتم متخيلين؟ انتم متخيلين ارتباطنا؟ فاكرين لما قال الرسول بولس اما من التصق بالرب فهو روح واحد. ارتباطك والتصاقك بالرب بيخليك مثمر، مثمر. وده اللي قاله الكتاب في تكوين 49 عن البركة اللي في حياة يوسف. يوسف غصن ايه؟ شجرة. ماله بقى؟ مثمر. بس خد بالك الثمر ما كانش سهل، الثمر ما كانش سهل. احنا مرات بنتخيل ان الحياة مع المسيح ايه؟ بيقولوها ازاي؟ عندنا يقول لك زي السكينة في الحلاوة. احنا هنا السكينة في الجاتو هنا لو مش بتحبوا الحلاوة. ففي ناس فاكرة الحياة مع المسيح ايه؟ زي السكينة في الجاتو، سهلة. الحقيقة أنا مش عارف ده جه منين، يعني مش موجود في الكتاب. المسيح قال عكس كده، قال إذا كانوا بالغصن الرطب فعلوا هذا، ما لا يحصل معاك ويه. فهو ما قال لنا إن التبعية مش سهلة، بس خد بالك فيها مجد، رغم إن هي مش سهلة بس إيه؟ عشان كده يقولك الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. المستوى ده في المسيح بيقول لك دموعك ما راحتش، كل تعب تعبته هيكون ليه ثمر. زي الفلاح اللي بيصحى بدري جدا والناس كلها نايمه، رايح فين؟ راح يزرع، راح يزرع. والرسول بولس شبهنا بكده، ان احنا فلاحه الله، احنا فلاحه الله. وحضرتك لازم تكون كده في وقت انت بتتعب فيه، بس وقت التعب بتاعك ده الرب بيكلله في الاخر بايه؟ زي ما قال بقى في سفر إشعياء، يفرحون كالفرح بالحصاد. الفلاح ينسى كل تعبه لما يدخل الغيط بتاعه أو الجنينة بتاعته ويبص لقى الأرض اللي كانت فاضية والزرع اللي ما كانش موجود بقى شجر، والشجر ده محمل بإيه؟ بالثمر. ينسى التعب بتاعه خالص. المستوى ده في المسيح في باصر، أن تكون مثمرا. إن الرب يقول لك زي ما قال الرسول بولس تعبكم ليس باطلا. ما فيش حاجة هتعملها لأجل الرب أو هتتعب فيها لأجل الرب أو حق هتسيبه في حياتك علشان خاطر الرب أو إهانة هنتهى عشان خاطر الرب في شغلك أو في الشارع بتاعك أو من ناس قريبين منك. كل مرة هتكون بتزرع بالدموع هيجي الوقت تحصد بالابتهاج. فباصر المستوى ده في المسيح بيقول لك خد بالك، أنا عارف إن كل الدموع وكل التعب اللي تعبته الوقت اللي فات جاي زمن اسمه الثمر. والمستوى ده في المسيح أن تكون مثمرا. إثمار النجاح زي ما قال عنه داود في تاج المزامير، أول تاج، أول مزمور اللي هو إيه؟
كل ما يصنعه. احنا بنمسك في الآية دي بس ما شفناش ايه اللي حصل قبلها في المزمور. يكون كشجرة مغروسة. احنا مش عايزين نبدأ من الغرس، احنا عايزين نبدأ منين؟ الثمر. لا، خد بالك، في غرس، في غرس في اجتماع زي ده. كل مرة وقفت وغرست وصليت الرب مش هينسى. كل مرة وقفت وبكيت ورفعت ايدك وركبك نزلت في الأوضة بتاعتك، كل مرة حطيت راسك بين رجليك زي إليا وصرخت وطلبت وطلعت فوق الجبل، كل مرة عملت ده بإيمان، كل ما هيكون الثمر بيعمل ايه؟ بيتحوش وجاي في السكة. عشان كده الثمر قال عنه كده تعطي ثمرها فين؟ اسمع الكلمة اللي جاية، أوانه. يعني الثمر ليه ايه؟ أوان. حد يصدق ان الأزمنة المثمرة بتاعته قربت؟ مصدقين؟ على فكرة احنا في المسيح لينا كل البركة. بس في أزمنة كده يجي الرب يقول لك ايه؟ زرعت بالدموع يا حبيبي الوقت اللي فات، تعبت وبكيت وصليت وانحنيت، حنيت ركبك، جه الوقت انك انت تحصد. تحصد. ودايما الحصاد من جنس اللي زرعته. دايما اذا عمال تزرع حب بس مش لاقي نتيجه هتحصد، صدقني. دايما الحصاد من جنس الزرع اللي زرعته. عمال تزرع صلاة، عمال تزرع صلاة، هتحصد الوقت اللي جاي بركة، هتمطر فوقيك بركات ملهاش حصر. صدقوني ده مش كلامي، ده كلام الرب. تعبكم ليس، فالمستوى ده في المسيح بيقول لك مش هتثمر غير في محضر الله. كل وقت بتقضيه في محضر الله صدقني مضايع. زمان المرنم قال كده، ده الوقت المحسوب من عمري. أنه وقت اللي أنا فيه في محضر الله. مرات أخد وقت قدام الرب أسجد وما بعملش حاجة، ساكت، بس عارف أن أنا مش بضيع وقت، عارف أن الرب شايف أن أنا عامل إيه، عايز حضوره بس. الصلاة مش كتر كلام على فكرة، مرات تقعد معاه ساكت، عارف ده الرب بيعتبره إيه؟ زرع. أنت مقدرني ومديني من وقتك، طب أنا هقول لك هعمل معك إيه الوقت اللي جاي، ويفاجئك بالثمر، يفاجئك بالثمر. فاكرين لما قال لإسحاق اقعد هنا ما تمشيش؟ اداله ثمر قد ايه؟ ثمر اللي زرعه. اسمع بقى القانون السماوي، هتزرع من نفس، هتحصد من نفس النوع، بس الكميات بتاعت السماء مختلفه خالص. فاكرين المره اللي فاتت كنت بكلمكم عن الفايده بتاعت البنك 20%؟ هي قفلت، نشكر ربنا، بس الفايده بتاعت السماء مش 20%، الفايده بتاعت السماء ايه؟ يا نهار ابيض، 100 ضعف. تعرف 100 ضعف يعني ايه؟ يعني شغل 100 سنه لقدام مثلا. يعني انت لو زرعت 100 سنه، طب انت هتعيش 100 سنه. هو عايز اقول لك ايه؟ البركه فيا، البركه اللي هتاخدها فيا والثمر اللي هتاخده فيا مش علشان مجهودك، لكن ده تقديري انا، وتقديري انا وايدي انا نعمتي غنيه، فانا بدي لك من غير ما احسب الكيل بتاعي. صح كده؟ مش هو قال كده؟ مش هو لما بيدينا الرب بيدينا بايه؟ بسخاء ولا ايه؟ زمان في ناس كانت سهمة ولا يعير يعني ما يعيركش، لا، طلعت بسخاء ولا يعير يعني ما يعيرش، ما يوزنش المعيار. انت وانت عند بتاع الخضار يحط لك كده الفاكهة او الحاجة، اول ما الميزان يحسس كده دلوقتي، انا مرات بقى بشتري حاجة اقول له راجل هو حضرتك بتوزن ذهب؟ ده خضار أو فاكهة. يسوع بقى مش زي الخضر بتاعك ولا الفاكهاني بتاعك، لما بيجي بيدي بيدي من غير إيه؟ معيار. معيار، يقول لك أنا عارف إن أنت زرعت، بس اللي أنت زرعته مش قد اللي أنا أديهولك، أضعاف خد. حد يرفع إيده على بيته وعياله ويقول باسم الرب يسوع، كل مرة صليت علشان بيتي وأولادي باسم يسوع في ثمر، في ثمر. الدقايق اللي بتصليها عشان بيتك وولادك وشغلك وخدمتك الرب بيجي فيها ثمر أضعاف أضعاف باسم الرب يسوع. عشان كده المستوى ده في المسيح بيقول لك أنت مش هتثمر أبدا بعيد عني. والمسيح قالها وحسم، قال لهم بدوني مش هتقدروا تعملوا حاجة. آخر مستوى بقى عشان نصلي، المستوى الأخير أو المدينة رقم 6، قرية 4 في حبرون. كلمة 4 معناها ضعفين. فالمستوى ده في المسيح معناه التضاعف. احنا كنا فرحانين قوي بالمستوى اللي فات، باصر معناها ايه؟ اثمار.
لكن في أربع بقى بيقولك إيه؟ أضعاف. أنا أدي لك أضعاف بس أنت استحمل وشيل. بركة لا توسع. عارف يعني إيه؟ ما تتحسبش. أنا خايف نطلع السماء نتفاجئ من مستوى البركة اللي المفروض كنا نكون عايشين فيه. والرب ما خباش. الرب راح لملاك في كنيسة الرؤية وقال له في سفر الرؤية وقال له لماذا أنت فقير وإلهك إيه غني؟ لكن اللي فهمه زمان بولس قال لك إيه؟ إذ نسعى عنه كسفراء كفقراء لا شيء. يبان إن إحنا إيه؟ ما حلتناش حاجة. يبان إن إحنا ما عندناش حاجة. سيبك مش بتكلم على الفلوس. كل واحد بقى عنده قرش عنده اتنين مش بيتكلم عن ده. الرسول بولس بيقولك احنا نبان كفقراء لكن ايه؟ لكننا بص نغني كثيرين. الكنيسة الزمن ده في اسم يسوع في مصر يخرج منها غنى للناس. عارفين الناس محتاجة ايه؟ ايوه الناس بره يعني محتاجة عشان الظروف الاقتصادية. لو كل كنيسة فضلت توزع حاجات مش هتخلص. بس انتوا عارفين في حاجات الناس عايزاها ممكن ما تطلبهاش. بس لو الكنيسة وزعتها مش هتعرفوا توقفوا الناس في المباني بتاعت الكنائس. لما الكنيسة تتملي من حضور الله واحنا كفقراء لا شيء لنا لكننا نغني. لما تتملي من غنى حضور الله هتلاقي الناس جاية بشياطينها عايزة تتحرر، بأمراضها عايزة تخف، بحزنها عايزة تتعذب، تعبها عايزة ترتاح. والحقيقة هو ده المستوى الحقيقي في المسيح اللي الرب بيجي فيه بغنى أضعاف 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 اللي الكنيسة بتنتظره. عارف المية اللي انت شربتها في اجتماع لما تيجي تخدم ما تطلعش منك شوية مية، تخرج منك أنهار. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه يعني من إنسانه الداخلي حيث يسكن الروح القدس تجري أنهار. بلدنا محتاجة اجتماعات فيها الناس تيجي قرية أربع تتملي من أضعاف حضور الله. المسحة تكون واضحة. صدقوني الناس مش محتاجة تسمع سمو الكلام في الكنائس. احنا في زمن النهاردة حضرتك لو عايز تسمع أكبر وعاظ أو ناس مشهورين أو معروفين على مستوى العالم مش في مصر، انت بتعمل ده وانت في البيت على اليوتيوب. مش لازم حتى تستنى قناة نقول لك عشان ما تفرضش عليك خادم. انت بتجيب اللي انت عايزه. فالفكرة النهاردة مش فكرة انت بس بتسمع ايه، الفكرة الكنيسة حضور الله غني فيها ولا لا. من يرفع ايده يقول له رب كنيسة مصر تتملي من حضورك اضعاف الزمن اللي فات باسم يسوع. فالناس تيجي اسمع الكتاب ايه، فسمع انه في بيت. اول مكان بيتسمع يسوع فين؟ انت مش محتاج تعمل حاجة. الكل بيجري. عارف الكل بيجري ليه؟ عشان عنده احتياجات للرب، عطشانين للرب. يعني ليه؟ اقرا معايا الشاهد عشان نصلي في اشعياء 61 عدد 7. اشعياء 61 عدد 7. عوضا عن خزيكم ضعفان، عوضا عن خزيكم ضعف. احد عارف ايه هو الخزي؟ الخزي هو الخجل الشديد. يقول لك في تعبير دقيق احمرار الوجه من الكسوف. ده الخزي، انك تتكسف انك تتصدم. الرب يقول لك عوضا عن هذه المشاعر عوضا عن هذا الخزي انا جاي لك بضعفين. انا جاي ببركة اضعاف كل مرة اتخزيت فيها من الناس او اتصدمت حتى فيها من الرب نفسه انه مأخر عليك. مرات ناس يقول لك معلش انا الرب مأخر علي. كل مرة كان فيها خزي الزمن اللي فات الرب يقول لك عوض عن خزيك المستوى ده في المسيح. في المستوى ده بتلاقي ضعفين ضعفين الامور اللي ما اتحصلتش معاك في الازمنة اللي فاتت. وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون في ارضهم ضعفين. واخدين بالكم كلمة ضعفين عمالة تتكرر. حد النهاردة معاه حاجة يشيل فيها البركة وهو خارج؟ لا توسع. مش هتعرف تشيل. مش هتعرف تشيل. بس ده محتاج تصديق. البركة يعني حد جاية من برك.
الجمل لما ينزل على ركبه كده عشان يحمله عليه الحاجة. النهاردة وانت بارك قدام الرب هيقولك تعرف تشيل قد ايه، تعرف تشيل بركة قد ايه. البركة اللي اديها لك اكتر من انك انت تشيلها، بس انا بركت وسأبارك يقول الرب. ضعفين بهجة ابدية تكون لهم، لاني انا الرب محب العدل مبغض المختلس بالظلم، واجعل اجرتهم امينة واقطع لهم عهدا ابديا، ويعرف بين الامم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب. ارفع ايدك واستقبل الاعلان ده. كل الذين يرونهم يعرفونهم انهم نسل. كل ده في قرية أربع، في الضعفين، في تضاعف البركة. الناس تشوف البركة على حياتك باسم الرب يسوع، الناس تشوف البركة على نسلك وعلى بيتك في اسم الرب يسوع. الناس تبقى البركة متلاحظة. كل الذين ايه يرونهم، يعني الناس تبقى شايفة انه فلان متبارك. زي ما كان يتقال زمان لما تابوت العهد بتاع الرب داخل بيت فلان يقولك بارك الرب بيت فلان. ليه؟ لان فيه تابوت الرب، حضوره باسم يسوع. الزمن اللي جاي الناس تبص على حياتك وتبقى شايفة البركة مضاعفة، مش بس عليك انت، عليك وعلى مراتك، على اولادك. كل الذين ايه يرونهم يعرفوهم انهم نسل. كمل معايا الاعلان ده. طب اقول لكم على حاجة، تيجي نقف؟ انا خلاص خلصت. اقف كده على رجلك من عدد 10. فرحا افرحوا. حد مصدق يقول؟ حد مصدق يقول؟ كل اللي في الكنيسة لو انت مصدق ارفع ايدك. الناس اللي بتشوفنا حتى في البيوت، لو انت ماسك الموبايل او قدام الشاشة ارفع ايدك واعلن معايا. فرحا افرحوا بالرب، تبتهجوا نفسي بإلهي، لانه قد البسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين. لانه كما ان الارض تخرج، شوف بقى التضاعف اللي جاي، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. وانت رافع ايدك ناحية السماء قول له أؤمن في البركة وفي التضاعف فيك، أؤمن في البركة المضاعفة يا رب في حياتي في اسم الرب يسوع. أؤمن يا رب في حضورك، أؤمن إن أنا مثمر فيك، أؤمن إن البركة تتضاعف في حياتي، أؤمن في اسم الرب يسوع إنك الشافي. انا عايزك كده تجيبهم من اول المستوى بتاع جلعاد. وانت رفع ايدك انا نفسي هنصلي للشفاء، انا مشغول قوي ادي لي 3-4 ايام واحنا بنيجي من المستوى بتاع جلعاد. ارفع ايدك واعلن معايا انه يوجد طبيب عظيم للكنيسه في اسم يسوع. هات كل العظام اللي عندك، قال له هات كل العظام بتاع الملوك والرؤساء والكهنه والانبياء وكل سكان اورشليم، وقول مع داود كده الذي يشفي كل امراضي باسم الرب يسوع. غمض عينك، مالكش دعوة بالشباب وهم داخلين عشان الميد. أنا عايزك في الدقايق دي غمض عينك كده وانت رافع ايدك، والناس اللي بيشوفونا أنا مصدق أن الوقت ده وقت شفاء، وقت طبيب عظيم اللي في جلعاد بجيب بلسان غير عادي في اسم الرب يسوع. أنا أؤمن النهاردة في ناس هتشاركنا مشاركات أن الرب لمسها وشفاها. لو مصدق ارفع ايدك واطلق معايا هذا الإعلان. إلهي يشفي كل أمراض. الكنيسة أعظم من جلعاد، الكنيسة فيها طبيب عظيم. أنا عايزك تيجي بيأسك وبإحباطك، مش بس بالأمراض الجسدية، عايزك تيجي بفشلك، عايزك تيجي بمشاعرك الموجوعة. المية اللي خارجة الآن من العرش في اسم الرب يسوع تيجي تشفي، تشفي زي ما شافها حزقيال. ارفع إيدك ورنمها واعلنها. يشفيني إلهي، يشفيني الإله الذي يشفي كل أمراضي، الإله اللي بيتعامل مع أوجاعي، مع صدماتي، مع يأسي، مع إحباطي. الطبيب العظيم وحده يسوع. وانت رافع إيدك استقبل في العدد اللي جاي ده في الترنيم. أنا مصدق إن الرب بيتمشى وسطينا، ومن حضور الرب مية خارجة تشفي زي ما شافها حزقيال. شاف مية خارجة وقال له كده رب هذه المياه خارجة لكي تشفي. قوة حضورك استقبل حسب وعودك، فرح تطيب به القلوب، إيماننا فيك شفانا
شفاء نبي، نؤمن بوعدك المكتوب. قوة حضورك استقبل يا شعب الرب وعودك، فرح تطيب به القلوب. إيماننا فيك شفاء نبي، نؤمن بوعدك المكتوب. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. استقبل استقبل. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. نعلن شفانا باسم يسوع، من أتانا وقد فدانا بنعمته. قوة صليبه قوة جراحه، يسوع شفانا بجلدته. نعلن شفانا وقد فدانا بنعمته. قوة صليبه قوة جراحه، يسوع شفانا بجلدته. شاور عليه، أنت هو الرب، أنت هو الرب شفانا. اسم يسوع رعش في كل العظام. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. نعم نعم، أنت هو الرب شفانا. بك التحدي معنا عدي، لأننا منتصرون. يسوع معنا أساس الشفاء، أساس شفانا، والفرح بك لنا مرمون. بك التحدي، بك التحدي معنا عدي، لأننا منتصرون. يسوع معنا، شكرًا، والفرح بك لنا مرمون. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. نؤمن نؤمن، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب. شاوري عليها كنيسة، طبيب جلعاد موجود الليلة في وسط الكنيسة. في هذا الصباح طبيب جلعاد موجود. حد مصدق أنه هنا؟ حد مصدق أنه هنا؟ تعالوا نرفع أيدينا الاثنين، بنعلن باسم الرب يسوع المسيح. كل مياه خارجة خارجة من الرب الروح اللي في وسط الكنيسة. هذه المياه زي ما سمعها حزقيال في القديم، هذه المياه خارجة لكي تشفي، هذه المياه خارجة لكي تشفي اسم الرب يسوع. لو انت مآمن ومصدق انه يوجد طبيب في جلعاد، يوجد طبيب في الكنيسة، وانت رافع ايدك استقبل ايا كان التحدي بتاعك. انا عارف ان في ناس واقفة بتصلي مش لنفسها، في ناس بتصلي للناس حتى لو مش موجود هنا في الاجتماع. وانت رافع ايدك اعلن معايا ان المية اللي خارجة، المية اللي خارجة من الرب الروح، هذه المياه اللي خارجة من جانب المذبح الأيمن، تخرج لكي تشفي في اسم الرب يسوع. تعدي تعدي حدود المسافة والزمن، وقوة الشفاء تخرج من الرب لأجسادنا والآخرين باسم الرب يسوع. نفسي وإحنا رافعين إيدينا نصلي كده إن مياه الروح القدس تجتاح كل يأس وإحباط، كل فشل وكل كلام سلبي في اسم يسوع. كانت الناس بتسمعه وتشترك فيه الوقت اللي فات. أنا عايز أكون مغمض عينك، أعلن باسم الرب يسوع. ينفع نعلن كده إن وانت رفع إيدك أعلن معايا، لا عيافة ولا عرافة على حياتنا وبيوتنا. أنا عارف إن أنت عارف الحق ده، بس من فضلك انطقه معايا، لا عيافة ولا عرافة علينا. الأخبار اللي بتترمي ليك وبتسمعها حتى في الأخبار في التلفزيون، في روح عرافة وراها، في روح عيافة عايز يربط ذهنك بالواقع اللي انت شايفه. في كنيسة صحية النهاردة؟ في كنيسة فاهمة؟ ارفع ايدك واعلن في اسم يسوع. الرب الشافي يجي بحضوره يشفي الكنيسة ويحررها من العيافة ومن العرافة.
الكنيسة ما ترددش الأخبار عشان ما... الكنيسة ليكي سلطان. ارفع ايدك وتكلم، افتح بقك بقى معايا واعلن باسم الرب يسوع، أرضنا تتبارك في اسم يسوع، أرضنا تتبارك. ده نوع من الشفاء اسمه إبراء الأرض. يلا يا كنيسة واحنا رافعين ايدينا اعلن معايا إبراء لينا وللأرض في اسم يسوع. هنفسي ننطق الكلام ده، إبراء لينا وللأرض في اسم يسوع. أرضنا تشوف إبراء حقيقي، لأن يوجد طبيب في جلعاد. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية. نعم في اسم يسوع. صوت يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيه. خد القرار ده. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية. يقبلش العيافة ولا عرافة. صوت يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيه. امسك فيه اللي وعد قدامي يصير. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي يصير. عنده محال بيغير مجرى الأحوال، يأمر واللي بيأمر بيه لازم يتحقق. شاور عليها كنيسة. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي يصير. هو ده إله القدير يصير. واللي ليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض أو دين. اجري عليه مدينة ملجأ يسوع. إلهي يرجع أمله للأصدي. اللي ليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض أو دي. يسوع إلهي نور دربه. أمين. يرجع أمله للأصدي. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي يصير. مصدق ان في الدقايق دي الرب يصنع امر عظيم. حد مصدق؟ نفسي كل الناس اللي جنب بعض امسك ايد اللي جنبك او حط ايدك على كتفه، قرب للي جنبك واحنا بنصلي في اسم الرب يسوع.